شيحه المحامي بالنقد وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان. استاذ عصام مساء الخير يا فندم. مساء النور يا زهان. تعرف الفتره اللي فاتت كان في لغط كبير على السوشيال ميديا بخصوص بين قوسين خلينا اقول اللاجئين وفكره الضيوف اللي موجودين في مصر. النهارده اجتمعت الحكومه وهدف الاجتماع استعراض ومتابعه اللي بتتحمله الدوله. ايه دلاله هذا الاجتماع بالتزامن مع السوشيال ميديا؟ خلينا نتفق على ان الدوله المصريه دوله مضيفه، طول عمرها بترحب بالاجانب، طول عمرها بترحب باللاجئين والمهاجرين والمتسربين وطالب اللجوء. مصر دوله كبيره بتحترم اتفاقياتها والمواثيق الدوليه اللي وقعت عليها، ومصر كانت من اوائل الدول اللي وقعت على اتفاقيه 51 الخاصه باللاجئين. نمره 2، كافه الدساتير المصريه لم تخلو من ماده تحظر اعاده اللاجئين. خاصه اللي هم الا في الظروف طبعا اللي هم لو في منهم لاجئين خطر لاجئين من دول فيها انقسامات، فيها مخاطر عليهم. من المؤكد انه دوله بحجم الدوله المصريه انها تستوعب اكثر من 9 مليون من اللاجئين والمهاجرين وطالب اللجوء والمتسربين، منهم فقط حوالي 400,000 بترعاهم المفوضيه العليا لشؤون اللاجئين. تمام. باقي هذا الرقم تتحمله الموازنه المصريه. اه طبعا. ربما يكون هناك عدد من رجال الاعمال خاصه من السوريين، لكن في جميع الاحوال لا يمثل رقما في الملايين اللي بتستضيفهم الدوله المصريه. الدوله المصريه بتقدم اللي هم 400,000 بتقدم خدمات صحيه. لا، هم اقل، الاخوه السوريين 1,500,000 1,500,000، لكن اللي بيمارس منهم اعمال ولديه استثمارات وبتاع لا يتجاوز يعني 10% من الاخوه السوريين. تمام. الباقيين مثلهم مثل السودانيين، مثلهم مثل 59 جنسيه مصريه. أي. بتتمتع بنفس ما يتمتع به المصريين. تمام. في الصحه وفي التعليم وفي الخدمات العامه. عشان كده ده بتتحمله الموازنه المصريه. الدوله المصريه. أي. الدوله اجتماع المصريه. اجتماع اليوم بقى. نعم يا فندم. اجتماع اليوم بقى. اجتماع اليوم كان الهدف النبيل منه هو تقنين اوضاع الاجانب او الضيوف اللي موجودين في مصر، نبقى عارفين بالفعل هم عددهم كام؟ تصنيفاتهم شكلها ايه؟ هل هم ذكور؟ هل هم اناث؟ متوسط الاعمار يعني اعدادهم من الدول اللي هم موجودين فيها، فرص ان الناس يعني تندمج في المجتمع المصري. او يعني الحكومه عامله الاجتماع ده علشان حصر اللاجئين؟ عشان تحصر عدد، مش اللاجئين، احنا متفقين على انهم 400,000 اللي هي ايدتهم المفوضيه. تمام. الباقيين دول مهاجرين ومتسربين وطالبي لجوء. يعني دي اللي بتبحثهم الحكومه. كانت اللي بتبحثهم الحكومه تسعى الى تقنين اوضاعهم. ودول بتتحملهم الموازنه المصريه. بتتحملهم موازنه الدوله بالكامل. ولا تتخلف. مع العلم ان الدوله المصريه هي الدوله الوحيده التي لا تقيم معسكرات للاجئين او للمهاجرين. مفهوم. وحتى هذه اللحظه يعني وده شكل اللاجئ في اي دوله اخرى. وحتى انه يبقى في مخيم. للاسف الشديد مصر لا تتلقى من الدعم الدولي ومن المسانده الدوليه ما يتناسب مع حجم المهاجرين او الضيوف اللي موجودين في الدوله المصريه. على الاطلاق هناك دول اقليميه بتبتز اوروبا، طبعا الهجره غير الشرعيه او الهجره غير المنظمه. طبعا. او الهجره غير المشروعه. لحين ان الدوله المصريه تتوقع هل هيكون في اجراءات اتجاه انا اتصور احنا عندنا قوانين بتنظم عمليه اللجوء، وعندنا قوانين بتنظم عمليه الهجره، لكن طبعا احنا متفاهمين ان الظروف اللي مر بها الاقليم وهي ظروف استثنائيه يعني سواء في السودان او في ليبيا او في سوريا. مفهوم. بتجبر الدوله المصريه بما تمتلكه من حضاره كبيره انها تستوعب كلها. تمام. لكن انا اتصور انه المقتدرين من الاجانب اللي موجودين في مصر ان الدوله هتلزمهم بتحمل اجراءات تسجيلهم امام الدوله المصريه. أي. حتى تتمكن الدوله المصريه من حصر يعني التكلفه الفعليه اللي بتقدمها لهؤلاء وتطالب بيها، وده حق الدوله المصريه
وتطالب بها المؤسسات الدوليه وتطالب بها الاتحاد الاوروبي وتطالب بها الولايات المتحده الامريكيه في المساهمه، خاصه وان الدوله المصريه حاجز صد للهجره غير المشروعه لتدفع كل هؤلاء الى شواطئ اوروبا. تمام، ده كلام مهم جدا ان انا اسمعه والناس تسمعه من حضرتك استاذ عصام شيحه، بشكرك شكرا جزيلا.